تتسم العلاقات السياسية بين مصر وبولندا بأنها متميزة وممتدة عبر تاريخ، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا، وذلك في عام 1927. وشهدت العلاقات المصرية البولندية تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. على مدار عشرات السنوات اتسمت العلاقات المصرية البولندية بالتميز والازدهار، حيث كانت مصر من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا. ارتبط البلدان بعلاقات وثيقة قوية في ظل مشاركة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع فيشغراد الذي يضم بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا. جمعت البلدين نقاشات كثيرة حول العديد من الموضوعات الهامة في إطار تجمع القمة، وعلى رأس دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات، بالإضافة لسبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته. العلاقات المصرية البولندية شهدت تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، التي كان من أبرزها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى القاهرة في 14 من إبريل من عام 2019. واتسمت اللقاءات بين مسؤولي البلدين بمناقشة أوجه التعاون الثنائي وسبل تنميتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وكذلك على مستوى التعاون البرلماني. كما شملت كذلك تبادل وجهات النظر تجاه بعض القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الطرفين. إذن هي علاقات مميزة تربط مصر بولندا على مدار أكثر من 90 عاما، اتسمت بالتعاون البناء والتوافق في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.